جدا جدا طري قوي. بصوا خالص طري جدا. بصوا دي كمان ما شاء الله عليها. بس كده يا رب يعجبكم، هيعجب كل ولادكم ان شاء الله. بيدعوا لكم ان انتوا عملتوهم احلى بانكيك بالبيت بجد، اكتر من رائع. بس كده تاخديه بقى، ممكن تعملي له انت اللي هو الدريسنج بتاعه، تحطي عسل في طاسه وعليها قطعه زبده لوربك، تسيحيهم وتحطيها في طبق هنا جنبها ويغمسوا بيها وياكلوها. لايك يا ماما بصراحه انا عبودي يا شيخ حبيب مامي، قلبي قلب مامي. بص بقى بس كده يحطوا ايه يا بودي؟ لايك شير كومنت. اتمنى تجربوا وصفتي بجد والله، وصفتي اجمل وصفه هتلاقوها على اليوتيوب عموما. تمام، لان بجد انا بشوف وصفات كتير جدا بحزن ان هتطلع نتائج معاكم مش تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزه تدي الفيديو لو سمحت لايك، واذا كان عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو على طول في سبسكرايب، اضغطوا عليها وكمان فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. طب انا طلب مني بان كيك صحي، وبما ان البان كيك من اسهل واسرع انواع المعجنات، انا بس بدرجه تحت بند المعجنات او الفطاير، فما بياخدش منك حاجه، مجرد يعني 3 دقايق بتكوني مخلصه كامل من عمايل ومن تسويه، ما بياخدش دقيقه على النار. فما قدرتش ان انا ااجل الفيديو اكتر او استنى عليه، على طول قلت اعمله، ما بياخدش مني حاجه، وكمان صحي، بان كيك صحي. اصحاب الدايت يقدروا ياخدوا منه، اولادكم يقدروا ياخدوا منه بامان. حاولوا تاخدوا منه اذا بتعملي دايت او ماشيه على نظام حميه معين، او بتاكلي اكل ماشي. يعني لو انت بالنسبه لك الدايت اسلوب حياه، زي ما انا ما قلت لكم اني انا بحب الدايت ده اسلوب حياه، ان احنا بنمشي على كل حاجه ناكلها بس بطريقه منظمه، يبقى البان كيك انت كلي الصبح، عشان وقت الصبح يبقى تعليق الحرق عندك عالي جدا، فتقدري كانك ما اكلتيش حاجه. تمام كده، يلا احنا هنخش بسرعه بالوصفه. انا عندي هنا 2 بياض بيضه، خدتهم وحطيتهم بالثلاجه شويه، سقعوا قوي عشان عايزاهم ساقعين عشان يساعدوني بسرعه. والصفار شلته هنا، هقدر ان انا اعمل بيه اي حاجه، تحطيه على تتبيلات اي حاجه، مش هتخسريه، اعملي بيه كيكه اي شيء، كيكه اللي هي كيكه الشسمه اللي بتتحط في الميكرويف. تمام، انا ممكن اعملها معاكم في اخر الفيديو لو يعني لو لقيت وقت انا اعملها. عندي هنا 2 بياض بيضه، عندي معلقه صغنونه خالص خل، عندي معلقه فانيليا، نص معلقه بيكنج باودر، ربع كوبايه حليب، ممكن نحتاج نص، نوصل نص كوبايه من الشوفان المطحون. شوفان مطحون يعني ايه؟ يعني انت بتحطي هنا في الكربه بتاعتك شوفان عادي خالص، اي نوع عندك شوفان، اللي هو اللي بتشربيه بتعمليه شوربه او حلويات او معجنات، الكوي كارب. تمام، حطيت هنا الكوبايه وطحنتها، اتحول عندي لشوفان مطحون. حبيبي على مامي. وعندي معلقه واحده من الروب عشان تطري لي عجينه البانكيك. تمام، وعندي كيس واحد من السكر البني، ممكن استبداله بمعلقه عسل. طيب انا دلوقتي عندي هنا ده بياض البيض على الخلاط اهو، هنزله هنا، ومعلقه صغيره من الفانيليا، ومعلقه الخل، ورشه من الملح. انا ماشيه معاكم واحده واحده، رشه وبس كده. هتبداي ان انت تفضلي شغاله بالمضرب، انا مش هقطع الفيديو عشان عايزه امشي معاكم خطوه بخطوه. طبعا انا قلت لك اوكي 2 3 4 هتخلصيه بسرعه ماشي، بس انا دلوقتي بعمل وصفه ماشي، فلازم امشي معاكم خطوه بخطوه. هتفضلي بقى تضربي بيه لغايه ما يبقى كريمي خالص، مش كريمي سوري، يبقى لونه ابيض وتحول مارينج. هو ده اللي هينجح البانكيك بتاعك، سواء كان بالشوفان او الابيض، طحين الابيض. دي خطوه مهمه جدا في نجاح البانكيك. لازم توصلي للمرحله دي. تمام، هتيجي هنا بطبق، في طبق هتحطي كوباية كوباية الشوفان، هتحطي عليها معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة بيكنج باودر، احنا كيس السكر البني،
اللي هو بما يعادل، بصوا هو مش كتير قوي يعني حوالي نص معلقه صغيره سكر بني، وهتخلطي كل ده مع بعض. انا هنا مش هحط الروب عشان عايز استغنى عنه، عشان اوريكم طريقته من غير روب. هبدا ان انا اخد الباينج بتاعي اللي انا عملته وهنزل بيه هنا. وهحط شويه من الحليب عشان اخد بقيه الملك. وهبدا ان انا اقلب. بص كده بتدمجي كل حاجه في بعضها. ده هيخليها لك البانكيكة بتاعتك هشة جدا فوق ما تتخيلي. طريقة جميلة جدا جدا جدا. يمكن نحن انا حاطة بس شوية مصمص يوم عشان انزل بقية البياض بتاعي الجميل، وبعد كده ننزل بالحليب ببقية الربع كوباية. خلاص كده زي ما انتوا شايفين الخليط هاشش كده وخفيف بشكل انت ما تتخيلهوش. هحط بقى بقيه الربع كوبايه بتاعتي، هحتاج حوالي معلقه كمان كده، يعني نص علبه من الصغيره دي. تمام. حاولي كده تقلل المارينج بتاعك. هولع هنا الطاسه بتاعتي على طول، وهبدا ان انا اخد من الخليط ده وايه وانزل. بصوا ده مالها، اعتقد الخليط باين جدا ليكم. الخليط ده فيه علبه بتاعت كاتشب عندك قديمه، او اي علبه عندك بتعصري بيها بتنزلي بيها الخليط عادي جدا، هيبقى جميل. الطريقه دي اجمل طريقه للبان كيك، هتدعولي عليها. بصوا الخليط، بس عايزه اوريه لكم، شايفين هوا ازاي؟ وده قوامه، ده القوام اللي انا محتاجاه. شايفه هو عباره عن هوا هوا. انا هنا دي سخنت خلاص، تقدري تحطي نقطه صغيره من الزبده اللي ربك، او ممكن تستعمليها عادي خالص من غير ما تحطي حاجه. انا هحط رشه بسيطه من الزبده اللي ربك عشان عايزاها تديني الشقاره. انا اخترت هاخد دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هغطي ثانية بس، مجرد ثانية. هجيب حاجة اطلع كوب حاجة كده، تبدأي ان انتي ترفعيها تقلبيها كده. برضو غطيها، التغطية دي بتديها هشاشة جميلة جدا. تمام، بس كده كفاية مدة ثواني مش اكتر. بصوا جمالها، اعتقد باين جدا جمالها وسمكها الرائع وطراوتها في نفس الوقت. بصوا الطرية ازاي. هطلعي على البرود بتاعك وهتحطيه تاني. كل مرة هتيجي تحطي لازم تقلبي الخليط كده زي ما انا ما بعمل، ضروري جدا النقطة دي ضروري. وهتاخدي كده هتنزلي. طبعا البان كيك على حسب الحجم اللي انت حباه، رفيعة تخينة سوري صغيرة كبيرة براحتك. انا عايزة اوريكم هنا جمال البان كيكة. شايفين جمالها؟ شايفين قد ايه هي رائعة؟ بصوا طريه ازاي، هشه ازاي. بصوا شايفين، صحيه اكتر من رائعه. شايفين جمالها، شايفين من جوه عباره عن هش. دي جت كبيره شويه للاسف، مش مشكله. وهي طرية كده، وهي طرية هتقلبيها، واخدين بالكوا عشان تبقى كده وهي طرية. لو عمل كده اظبطي انتش كده مش مشكلة. شايفين بس كده، ما بتطولش على النار خالص، ما بتاخدش حاجة اكتر من ثواني. البانكيك من الحاجات الجميلة للفطار اللي ما بتاخدش حاجة وفي نفس الوقت صحي قوي. بصوا
شايفين الجمال؟ شوفوا رائعة رائعة رائعة. يلا انا بقى هكمل كل الكمية كده، بس هعمل شوية، هعمل دي صغيرة شوية. ودلوقتي بكمل الكمية صغنون وهقطع معاها موز، وكمان هقطع تفاح اخضر سلايس برضو علشان احطه مع البانكيك او فراولة او كيوي اللي انت عايزاه. يلا اخر واحدة. ودلوقتي انا هقطع تفاح اخضر سلايس ناعم جدا رفنع، ما تكونش تخين، وهحطه جنبها. بصوا انا خلاص طلعت الاخيره ما شاء الله، زي ما انتم شايفين طبعا المنظر يتكلم، القوام رائع، طري جدا، هش، خفيف، مفرغ من جوه، يعني اكتر من رائع. اجمل بان كيك هتعملوه النهارده ان شاء الله. واحده كبيره عملتها والباقي كله حجم صغير. ماشي، هبدا بقى ان انا احط عليها العسل او حطي عليها الصوص بتاع البان كيك. هش جدا جدا، طري قوي، بصوا خالص طري جدا، بصوا دي كمان ما شاء الله عليها. بس كده يا رب يعجبكم، هيعجب كل ولادكم ان شاء الله، بيدعوا لكم ان انتوا عملتوهم احلى بانكيك بالبيت، بجد اكتر من رائع. بس كده تاخديه بقى، ممكن تعملي له انت اللي هو الدريسنج بتاعه، تحطي عسل في طاسه وعليها قطعه زبده لوربك، تسيحيهم وتحطيها في طبق هنا جنبها، بيغمسوا بيها وياكلوها. لايك يا ماما، ماما بصراحه انا عبودي يعشق البانكيك. حبيب مامي، قلبي قلب مامي. بصوا بقى بس كده، يحطوا ايه يا بودي؟ لايك شير كومنت. بس كده، اتمنى تجربوا وصفتي بجد والله، وصفتي اجمل وصفه هتلاقوها على اليوتيوب عموما طبعا. تمام، لان بجد انا بشوف وصفات كتير جدا بحزن ان هتطلع النتائج معاكم مش تمام.